هاتريك ركلات جزاء أكرم عفيف، ينصر قطر على الأردن في نهائي كأس آسيا ويقودها لثاني لقب على التوالي. ركلة في الشوط الأول وركلتان في الشوط الثاني، منهم واحدة احتسبت في الدقائق الأخيرة وحسمت المباراة لصالح قطر. الجمهور الأردني غاضب ويتساءل متى تم احتساب ثلاث ركلات جزاء لمصلحة فريق واحد في نهائي بطولة. القطريون الفائزون لا يجادلون في الموضوع ويقولون إن ركلات الجزاء الثلاث مشروعة وليس ذنب العنابي، وأن لاعبي النشامى ارتكبوا أخطاء في منطقة الجزاء، ويدافعون عن رأيهم بتحليلات خبراء التحكيم الذين يؤيدون قرارات الحكم الصيني، وأن مثل هذه الأخطاء تحسب ضربات جزاء دون جدل. لكن المشجعين الأردنيين استرجعوا ونشروا تاريخ الحكم الصيني مانينغ، وهو تاريخ جدلي كبير فعلا. ففي إحدى مباريات ديربي شنغهاي مثلا منح ثلاثة كروت حمراء، وتعرض للضرب في مباراة أخرى بالدوري الصيني الممتاز بسبب قراراته التحكيمية. وعلى الإنترنت أيضا واجه هجوما شديدا في كوريا الجنوبية بعد أن منح 5 بطاقات صفراء للاعبين خلال مباراتهم ضد البحرين. وأنتم ما رأيكم؟ هل تعرض المنتخب الأردني للظلم؟